اهلا بحضراتكم من جديد. اروح لكابتن احمد. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن المكاسب الفنيه للنادي الاهلي. حضرتك كنت سردت يعني مكسبين نستكملهم مع حضرتك. حقيقه الحق الصد جاب الاهلي، جاب 11 نقطه، وحق الصد بالاتاك والهجوم 38 نقطه مقابل النادي الاتحاد 3 بلوك بس و24 نقطه بالاتاك، ودي نسبه قليله جدا. هو ما فيش اخطاء في الاتاك، يعني الفرقتين عاملين كل فرقه عامله 17 خطا. نعم. احنا قلنا النسبه العالميه بتبقى في كل شوط بيبقى حوالي 5 اخطاء، بس هي كلها معظمها اخطاء في الارسال يعني. فلكن ما فيش اخطاء في لبس شبكه، اخطاء لا في الشوط الاول، في الشوط الاول الفرقتين متساويين. ودي ديك عشان كده ماتش الحمد لله ماتش كويس يعني، ماتش ماشي ممتاز وبتاع، ان هو ما فيش اخطاء كتير قوي. اللعيبه اخطاء استقبال، اخطاء رفع غلط، اخطاء يجيب شبكه، هي دي يعني. عشان كده الماتش كان كله جول في جول في الملعب يعني، ما عدا الارسال. الارسال كانت نسبته يمكن الاهلي يعني ضيع 13 ارسال. والمباراه سريعه يا كابتن برضه يعني بنعرضه للساده المشاهدين. يعني الاهلي ضيع 13 ارسال والاتحاد ضيع 8 ارسالات. يعني هي دي النسبه الاكثر نسبه في الاخطاء المباشره اللي عملوها الفرقتين يعني. يعني 17 تفوق فيها الاتحاد، اخطاء اقل ب 8 اقل شويه بس ما بيجيبش نقط يعني. هو ما بيعملش اخطاء بس ما بيجيبش، بيعدي الكره بس. اول حائط صد بتاع الاهلي والديفنس والكونتر اتاك هو اللي بيهوم. لكن هي دي الميزه في الماتش النهارده، ان مفيش اخطاء مباشره، واللعيبه انه اللعيبه كلهم يمكن مستوى مخضرمين كلهم. اكيد المستوى يعني الفرقتين اللي طبعا معتمدين على اللعيبه الكبار اللي عندهم خبره وبتاع. صحيح. ودي نقطة برضو ان احنا مش شايفين لعيبة صغيرين لسه يعني. دي ممكن عشان دي مرحلة الحسم، رأيك يا كابتن ممدوح؟ لا مش عامة يعني في كرة الطايرة حاليا اللعيبة الصغيرين يمكن هم لسه ما خدوش فرصهم بشكل كبير. ما خدوش فرصهم يمكن.